كل هو ذاك السيف الرازي دره. الحمد لله غير بالشاحنه وقاضي الغرض ما مخليتها كنت والله. خوتي وحبابي خوتي المغاربه، اول مره كندير شي حاجه وكندم عليها. مضروك الشر مع راسنا، عرفتي وطيح من هنا غتسافر الاخيره ديك طياره. خوتي وصحابي عدنا لكم حلة جديدة من فلوك جديد تاني، مرحبا بنا ومرحبا بكم. حنا الان متواجدين معكم في مدينة مراكش، وان شاء الله الفلوك اللي غيكون الى تبقال يعني في اوريكا استفاضمة. يلا خوتي تبعوا الفيديو حتى الاخر ما تزقلوا والو، وما تنساوش تابوناو وتدعمونا وحفزونا. تحياتي لكم اينما كنتم وارتحلتوا. خوتي الحاجة اللي وصلنا لها واد الواد هذا سبحان الله العظيم، اغزاه اللهم بارك. واد عامر ما عندني جهة الماء، واش من اوريكا ولا الشاحنه ديالي اللهم بارك. درنا بحساب الطريق مونيضات وداك الشيء راكم عارفين. واخيرا فين وصلنا؟ في هذه الحديقه واقيلا ديال الحيوانات، ماشي حديقه ديال شي قهوه ديال الزرافه. شنو الزرافه؟ هي 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 هانتوما خوت الابداع في الطبيعه. الفياله اللي بغى يشري شي فيل والله الا الطبيعه زوينه زوينه. شوفوا الزرافه، ضربوا لي على الزرافه، ضربوا لي على الزرافه كي دايره اللهم بارك. الاناقه والابداع. الرازي دره الجمال. واخيرا وصلنا عند علاء الدين. وفينا صاحبي فين؟ بغيتي نمشيو عند علاء الدين الثاني. اشوف احنا كاينين موجودين معك، نشوفوا شكون هذه مرتو اختو اش تجي الله اعلم. اسعد الله صباحك بكل خير وبركات. هانتوما اخوتي هانتوما شوفوا تبارك الله اللهم بارك الابداع، المغاربه ديالنا الابداع. شوف 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 اللهم بارك. واش هادشي مصنوع هنا في المغرب زعما؟ لا كان اخويا هنا راه زعما الابداع الله يعطيهم الصحه والله. كويتك 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 داك الرسول ديال شحال هذا الدراري في اليوم ديال الصغر. الشباب الله يعاونكم، تحياتي لكم الله يعاونكم. شوفوا تبارك الله اللهم بارك. الطبيعه رابعه، هذه هي الطبيعه رابعه. كول 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 قول اتبع لي شي جمل تعطيني واحد هذاك مع فامور واه. داك الشيء ديال شحال هذا كل هو داك السيف السيف الرازي دره يزيد تاشي اصبح الله خير سيمو بحال بحال البغلب هادي اقول الشا هذا عارف راسك اين هو ابو جاك خاصني واش تبلغ الرسالة؟ واش تبلغ الرسالة؟ لا صراحة تحياتي خوتي مرحبا بكم عندي وكنحييكم وشكرا على التحفيزات ديالكم وان شاء الله يربي كملوا فوق حتى الاخر وباقي ان شاء الله كاين ما يدير كاين ما سبحان الله هو خويا ابو كريم مرحبا بكم عندو مرحبا بكم عندنا في ماشيين في واحد الطريق ديال اوريكا طريق اوريكا طريق اوريكا في واحد البلاصه تيقول ليها اماشي والله العظيم الله يعمرها دار وغيتهلا فيكم ومرحبا بكم عندو مرحبا بكم وفي اي لحظه غتجيو عندو راه غيتهلا فيكم خويا ابو كريم الله يعمرها دار وتحياتي لكم اوريكا اوريكا طريق اوريكا طريق اوريكا خوتي اللي غيجي من مراكش لاوريكا
غيلقى هذا السيد هذا في هذا القنت هذا بالضبط باش نوريكم شاركوا معكم. اييه هنا غتجيب الطاقات تقول لها ما سير خوت سير شو على بنايه كي داير على سكن كي داير اللهم بارك الناس عايشه الحياه الناس عايشه الحياه اللهم بارك والله يعاونهم. وهنا خوتي اللي ما وصلش لهاد البلاصه بالضبط وما دارش شي تصويره في هذا القنت هذا بالضبط بحال ما دار والو. شوفوا الناس تبارك الله راهم في كيتصوروا في الجم ديال الشاطئ واحد المنظر يا سلام. واخا الصراحه عندي كاميرا ناقصه حنا اللي تلبقوا فهمتي حنا اللي تلبقوا وصافي عيشوا معنا لحظات وكانكم معنا الحمد لله غير بالشاحنه وقاضي الغرض ما مخلي حتى قنت والله. هي المويطار ديال النعامه سيدي ديال الشينوا ديال 50 درهم ديال ليسانوس على براكسيناتون. اللي باقي ما تابوناش تابونا وتحيه لكم اينما كنتم ارتحلتم وعاشت المملكه المغربيه الشريفه ولا عاش من خانها ولا غالب الا الله. اللي باقي ما درش ابوني دير ابوني ان شاء الله بحول الله تعالى وقوته دائما الاحداث باستمرار ودائما الجديد ثم الجديد يعني بالرغم من الصعوبات والتحديات اللي كنلقاو. انا ثاني على التبرع من اوريكا شوفوا تبارك الله الطبيعه اللهم بارك وكانكم معنا خوتي وصحابي المغاربه. شوفوا تبارك الله الشعار ديال البلاد الرمز ديالنا اللي كنفتخروا به كشعب مغربي. خوتي المغاربه مرحبا بكم في اوريكا اجواء واعره اللهم بارك لحظات وكانكم معنا. الصراحه اجواء ممتازه الناس اللي بغات تجي لاوريكا راه ماشي غير هادشي اللي كاين باش ما تمشوش غالطين راه اوريكا تبارك الله شحال فيها ديال بحال هكا شي المرافق السياحيه كي تنقولوا ما عرفتش كيفاش غنشرحها لكم. المهم هادشي زوين زوين اوريكا الحبيبه السكن كي داير شوف اللهم بارك زوين. خوتي داك المره فاش جيت لهنا قلت لكم خصني نطلع مع هذا الجبل هذا نشوف شنو نكتشف شنو كاين الفوق ودابا جابت المناسبه وغنطلع ان شاء الله نشوف شنو كاين في داك الراس ديال الجبل اول مره. كملوا الفيديو. اي 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 اي, أي, أي. صعيبه الطلعه هنا المعلم جيب السلامه شوفوا لا طريق طالعه منها شوفوا 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 عيشوا معنا راه شوف هذا هو الجبل تبقال. احييكم خوتي المغاربه خوتي الجزائريين جميع الدول العربيه تونس مصر الى اي دوله عربيه احييهم من هذه البلاصه هذه بالضبط. انا خوتي الله يجيب السلامه طالع معكم في هذه العقبه هذه واخا الصراحه صعيبه ما نكذبوش على الله يعني الموطور مكلف علينا في هذه العقبه ودو بلاصه ولكن ما عليك. خوتي وصلنا بكم حتى لهنا الصراحه ما قدرتش نكمل الطريق لان عندي الثقل في الموطور وحنا جوج يعني صعيبه باش نطلعوا هنا. احنا وصلنا بكم حتى لهنا انتم خوتي المغاربه شكون اللي كيطلع من هنا شوفوا شوفوا الا ما كانش عندك هذه ما غاديش تطلع هذه ها اللي كيطلع في هذه العقبه انا طالع بالموطور شوفوا الاجواء شوفوا الطبيعه شوفوا كانكم معنا وهذا المويطر هذا قادم بنا الغرض اللهم بارك ومع هذا التقرير غادي نطلع تلفون معليش غادي نستسلم وغنهبط وغنمشي ثاني لاوريكا. اول مره كندير شي حاجه وكندم عليها هو هذا الطلعه اللي طلعت هنايا بالموطور هذا الموطور هذا الصراحه كاين اخر حاكم ولا ما كايناش؟ كاين الصراحه اول مره كندم وباقي باقي باقي هذا الجبل تطلع فيه وانتم باش تعيشوا معنا وكانكم معنا راه باش لكم ماشي اللوطه راه واحد العقبه راه خياليه. الجيبات هما اللي كيطلعوا لهنا الجيب فكينا ما غاديش تبان لكم وكاين الجيب اللي طلعت. المهم اخوتي هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين ما قدرتش نكمل الفوق كون بوحدي غنطلع كون عندي شي موطور كبير غنطلع. صراحه اخوتي صراحه باش نجيكم من الاخر انا بغيت نطلع الفوق ولكن اخويا استسلمت الموطور عيا ما بقاش فيه اللي يدفع في هاد العقبه صح ماشي دابا هو سخان راه شديت بها شي تقريبا شي 60 كيلومتر فهمتي ديال الخبيط ودو بلاص وصلنا لهنا بغينا نكملوا في هذا الجبل نطلعوا لفوق القمه ما كيبانش لكم الجبل واخا هكاك يعني ما غاديش يبان لكم. المهم طلعنا بعد هذه الطلعه هذه ها هي ماشي سهله ماشي سهله ولكن المهم دابا اش غنديروا هاوريكم اش غنديروا بسم الله كشر واخا هو ما مزيانش واش غنديروا جابت الوقت خصنا ناكلو وصلنا هنا حصلنا والله شوف عاودي جابتك المناسبه كول مع راسك بسم الله مضربو كاشير مع راسنا بقى تبعنا الطريق يا بقى تبعنا الطريق اخي سيب عمر وصلنا خوتي وحبابي شوفوا تبارك الله شو راه الطبيعه كي دايره صراحه اجواء واعره واعره عرفتي وطيح من هنا عرفتي وطيح من هنا غتسافر الاخيره ديك طياره عندي داكشي ديال خوتي المغاربه اليكم احلى التحايا والتقدير الى كل عربي مسلم احييكم اليكم احلى تحياتي وعاشت المملكه المغربيه الشريفه ولا عاش من خانها ولا غالب الا الله. الى كل متابعي محمد الصغاري احييكم من جبل تبقال اليكم احلى التحايا والتقدير والسلام عليكم.